في الصباح كما المساء تتواصل موجات النزوح من الموصل، وضبابية الوضع لا تبشر بانفراج في غياب استكمال تحرير المدينة بشكل كامل. فالموصل الغربية لم تعد كما كانت بسبب المعارك المستمرة بين القوات العراقية ومسلح تنظيم داعش. هروب للكبار ومعهم الصغار من ويلات الحرب أضحت الطريق المعبدة إلى المجهول. أطفال أبرياء لم ينعموا بدفء الحياة في بلدهم، ولا ذنب لهم غير أنهم موصليون. آلت كفالة هذين الطفلين إلى جدة طال عهدها عن قطع مسافات طويلة، لكن هذه العربات حلت محل كراسي المسنين والمسنات للهروب بعيدا عن المواجهات. ما ضل عندنا كل شيء و... دمرون الدواعش، دمار أكل ماكو، مي ماكو، كل شيء ماكو، كل شيء قطعوا، بهدلونا بهدلة، يعني أبسط مقومات الحياة ماكو. في ظل غياب أبسط مقومات الحياة تتزايد أعداد النازحين والنازحات، تاركين وراءهم الأرض وكل ما يملكون، بل ومنهم من لا يعرف عن والديه شيئا. في وقت تبحث فيه هذه البنت عن والدها، يبحث النازحون الجدد عن مكان في هذه الحافلات والشاحنات لتقلهم بعيدا عن الموصل. فمنهم من فقد أهله، ومنهم من عانق الحرية من جديد بعد أن كان أسير داعش.